رحلاتكم. أحب إيمان وأنس ويوسف مرة. هلا، إيش قاعدين نسوي؟ بكرة يوم الخميس صح؟ يعني بداية أفضل نهاية الأسبوع. أنا قاعد أتكلم مع حالي، شكلهم كلهم بتنشوني على الجوال، على التلفزيون، إيمان على الآيباد خرجت. يوسف تعال كل كل هنا بيتزا. إيش بتأكل بيتزا؟ أنا سيمان الحقت بشيء على آيفون، هخلي السماعات تقراه. أنس وأيمان ويوسف يأكلون البيتزا. إيش قال؟ أنس وأيمان ويوسف يأكل البيتزا. أنا اسمع إيش كتبت، خلوا الآيفون يقراه. أنس يعمل بكم، أيمان تعمل بكم، يوسف يعمل بالمدور. أنس يعمل كذا، أيمان تعمل كذا، يوسف يعمل كذا. أنس لا تضع إصبعك في خشمك. يوسف Go to bed. Yusuf, go to bed right now. Yusuf, go to bed. Yusuf, go to bed right now. You go okay. Go bad. Good night. Morning. Coca Dindle Bill. Jump on the bed, jump, jump, jump. Good morning. Coca Dindle Do. Jump on the bed, jump, jump, jump. قفل الدرج. افتحي افتح. اوكي انا اوريك. رجع زين رجع رجع. خليه يختفي مرة ثانية. لا لا خليه يختفي. ها رجع رجع متأكد؟ ما شاء الله على عائلة مشايا قناتنا الثانية المقالب تجارب اجتماعية، وصل عدد مشتركين فيها نص مليون مشترك ما شاء الله، فوق 44 مليون مشاهدة على القناة. آخر كم مقطع نزلناها كلها فوق مليون مشاهدة، بعضها فوق مليونين. السلام عليكم. جاهزين للمدرسة؟ ما هم لابسين ملابس مدرسية اليوم لأنهم عندهم مهرجان فرنسي أعتقد. عندك مهرجان فرنسي؟ أنا سك في السيارة من زمان ما فتحتوها. ها؟ ما يبيده. نفطر برا أنا ويوسف وأمه. Say hello. Hello. هذا فطورنا. أنس كيف كانت المدرسة؟ إيش هذا؟ هنا هنا في لون. إيش هذا؟ علم فرنسا صح؟ يوسف قاعد يشيل شنطة فيها أنشطة كثيرة حتى ما يطفش في المطعم. تعالي. لسه صغيرة. هذه كتب تشالي ولا ولا شي كذا يقول تشالي تشالي ما قاعد يلعب هذيك اللعبة. تذكر هذاك المقلب تشالي تشالي عجبه؟ أوقف المقالب؟ قاعد يقرأ الكتاب الحين. تشالي تشالي. إيمان بكل صراحة مين تحبي أكثر شيء؟ ماما ولا بابا؟ كل صراحة يلا. تحبين احنا اثنين قد بعض؟ اتوقع انس يحب امه اكثر صح؟ الاثنين؟ والله شكرا حبيبي احبك. شوف ايش يسوي يوسف لما اعطي له بطاطس. حيطلع بطاطس من فمه. حيحط البطاطس هنا ويحط البطاطس هنا. بعدين ياكل. من اول قاعدين يمصوا الليمون الجامع البيبسي. غريبة محمد سوا
سبحان الخالق، شوف الألوان على هذه الطيور ما شاء الله. كذا لا لا بي فينجر ذا بايتي تمساح زي اللي مسكتوه في تحدي في الصندوق صح؟ شوف 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 يوسف او يا سنيك صح؟ انا أقول لكم معلومة يمكن جديدة عني، عندي حساسية مع القصاص للأسف الشديد، بالذات القصاص اللي فيها شعر كثير، يعني عيوني تنتفخ وأزكي من زي كذا. طبعا هذا ما يعني أني ما أحب القصاص، أحبها بس ما أقدر أعيش معاها. شوف شكلها هذه سبحان الله شكلها مرة بريئة. تبغى قصة؟ والله؟ هذول يضحكوا كيف نايمين فوق بعض، شوفوا كلهم نايمين فوق بعض. شوف 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 هذا كيف بضارب هنا بضارب على كل كلب. واو واو لك كريم واو مرة عالي صوته والله عالي مرة صوته مرة عالي صوته. أكره أروح على المكتبة لأنه كل ما أروح المكتبة أنس إيمان دائما يطلبوا إني أشتري لهم أشياء كثيرة. هذه الكاميرا جدا جدا ممتازة اليوتيوب لكن غالية. هذه الكاميرا ماسكها بيدي 2200 تقريبا. هذا الفيفا بكم هنا؟ يا أرخص من محل ثاني، هنا 269. كثير علقوا يعطيكم العافية إنه هذه الألعاب أرخص لما تطلبوها على النت. واليوم هوس حصان إيمان اشترت شوبكنز. يبغى يشتري ايس كريم قبل ما يقفل المحل. يوسف قبل ما يقفل عشان صلاة. بلو بلو هدوء تام، هذه علامة الفرحة. يوسف شكرا. ثانك يو شكرا. بوي شيرينج ايش الصوت اللي طلع الحصان؟ تعرف انه في ايس كريم في خشمك؟ ما شاء الله البنات رايحين استراحة اليوم، أنس كمان رايح معهم. طبعا أنا حكون لحالي، حطلع مع نواف الشريف. أنت رايح الاستراحة كمان أنس؟ واو هذه لعبة جديدة على الآيباد والآيفون شكلها مرة حلوة، رابط هذه اللعبة أسفل الفيديو. Grandpa Beastender? Do you know where mom's knife is? Wouldn't tell you if I did. ووصلنا لنهاية الفلوج إن شاء الله عجبكم. وهذه نتائج التصويت الأخير، 68% تتبع التقويم الميلادي والمو الهجري. حكمة اليوم: الحياة أقصر من أن تجادل الحمقى، يعني الحياة قصيرة لا تضيع الوقت اللي فيها بالجدل مع الحمقى. وهنا زر السبسكرايب شرفونا بالانضمام إلى عائلتنا عائلة مشيع. هنا الفلوج الأخير، هنا المقلب الأخير، شوف الكاميرا كانت محطوطة على هنا وأنا كنت بحركها حتى سوى هذا التأثير. شوفونا فلوج غريب إن شاء الله، مع السلامة.